سامحينا يا ريان، طفلة محمد بن خليفة التي تركها بعد أن حصدت روحه البريئة رصاصة في اشتباكات جنوب طرابلس، لتشتعل موجة من احتجاجات الصحفيين في عدد من المدن أولها طرابلس، نددوا خلالها بما يتعرض له صحفيون من معاملة وعدم حمايتهم لمعاملة يعني تليق بالصحفي، خاصة في المحافل الدولية الحكومية نقوله والرسمية من مختلف الأجهزة الأمنية. يعني بنغازي أيضا كانت في الموعد ليقف صحفيوها إلى جانب زملائهم في طرابلس مطالبين بتوفير الحماية لهم. المطالبة بحماية الصحفيين لا تقتصر على طرابلس وحدها، بل جميع أنحاء البلاد لتنتهي المعاناة في نقل المعلومة ويتوقف استهدافهم. واليوم في مدينة بنغازي اجتمع صحفيون لإلقاء هذا البيان من أجل تبيان للعالم بصفة يعني ككل وأيضا داخل ليبيا. أيضا نتمنى من الجهات المسؤولة في طرابلس يعني البحث في حقيقة استهداف الصحفيين داخل مدينة طرابلس وأيضا جميع المدن الليبية التي ممكن تحت لوجود تشريع يحمي الصحفي في ليبيا بصفة عام. صحفيو تي جي كانوا أيضا في الموعد مطالبين السلطات بتوفير التشريعات اللازمة لحماية الصحفيين، مستذكرين زميلهم الذي قتل برصاص الاشتباكات. بينما الصحفي الليبي والإعلامي الليبي عند دخوله لأي اشتباك أو لأي موضوع تلقاه خلف الكواليس خلف الستار، يا إما على الأسطح البنايات خوفا من رصاصة طائشة. موجة استنكار استهداف الصحفيين شملت البعثة الأممية التي طالبت بوقف الاعتداءات ضدهم، فضلا عن عدد من الصحف العالمية التي تناقلت قصة الصحفي محمد بن خليفة لتذكر جريمة استهدافه بما يتعرض له الصحفيون في أنحاء ليبيا كلها.